بسم الله القضيب الأول الأذل الذي لا يتحول ولا تغيره الأمور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا ورى بشر يرى كمحمد بين الورى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل يا رسول الله لقراءة القرآن قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا رأيته يقرأ حسبته يخشى إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات الحرية النص العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون
قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء Oh.
أيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تذكرون قل الموت السماوات السبع وقل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تتقون قل فلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تتقون قل فلا تتقون قل فلا تتقون لا 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 لا
سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من وما كان معهم من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله وما وما كان من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كل إله بما ولد ولا نعبد ما لا باطل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون قل رب إما فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة 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 نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون الموت وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا قال رب
كلا 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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا قالوا ربنا فريق من عباد
يقولون ربنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم رب العرش أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله
فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم لو كان البحر محيادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلك العالم القرآني النزاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات الهورية الروسية العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباري مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. تقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراشة الكبرى إدارة طفح اللام أولاد الحكم محمد عبد العزيز أبو رزق مع المقيم الفجري. الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية وإدارة المهندس